مولاي، مولاي، لأن أغلى النفوس لا تليق بها إلا أحلى الكنوز. أتمنى رغم تواضعي هديتي في يوم بقلبك أفوز. عقلي لا زال ساهي في كرمك اللام متناهي، ما هي المناسبة لهذا العقد ذو الجمال الباهي؟ مثل اليوم أشرقت شمسي، مثل اليوم أتيت أنت، كل عام وأنت سيدتي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد قصة اليوم. قصة عجيبة تشيب لها الذقون عن كنز تحت الأرض كان مدفون، بداخله جوهرة جميلة خالية من أي عيوب، زادت الدنيا بريقا الجميلة قوت القلوب. بعد أن ظلت سنين طويلة أسيرة، تحررت وأصبحت أجمل أميرة، شابة أمامها العمر المزيد، لكنها أرادت بدء حياتها من جديد. فقابلت في طريقها صديق كان لها سند في وقت الضيق، وبسبب صدفة وحادث بسيط حصلت على وظيفة وبدون أي وسيط. كانت الظروف تعاند قوت من أعداء وعلاقات حب آيلة للسقوط. عافر للوصول إلى حلمك ولو كان فوق الجبال، فكثير هم الذين من الصفر أصبحوا أبطال. وفي هذا اليوم بالذات رأينا ملك غير كل المرات، لقد أذاب تجليد قلبه جميلتنا شهرزاد.